اليوم شاف رمضان مو بس جانب ايماني. تمام خير توت قاعده. اهلا يصور اسمع حاب احمر لا هني كاخضر. صباح الخير. الله شلونكم؟ زين زين ليش بالاخ؟ يلا حمام. ها؟ يلا روح حمام تعالي. شنو قاعد تسوي؟ بابا راح اليوم رمضان. ها؟ اليوم رمضان. سرت؟ عشان انت ادري ان اليوم رمضان بعدين تذكرت ان اليوم رمضان. انزين فشنو نسوي برمضان؟ نشرب بيمتو. نشرب بيمتو. صمتي ولا ما صمتي؟ انت صايمة؟ ايه. ها؟ شلون تصومون يعني؟ ما ناكل بس لما يأذن. لا اتريق. ايه اوكي تريقين بعدين تصومين ولا شنو؟ اتريق بعدين اصوم. ليش نصوم؟ عشان لازم نعطي الفقراء اكل. هلا هلا. في شيء هني يروح ويجي. مبارك عليكم الشهر يا جماعة، كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم. اليوم واحد رمضان ووعدكم ان رمضان هذا ان شاء الله ان شاء الله راح يكون اكثر رمضان متعة. اي متعة، لا تقول لي رمضان شهر عبادة وصيام وانت تقول لي متعة. اي راح يكون اكثر رمضان متعة، اكثر رمضان انتاجية، واكثر رمضان ان شاء الله في عمل الخير. هذا الشيء اللي انا نويته في رمضان هذه السنه. لكن في كل رمضان تواجهني مشكله ان في بدايه رمضان اقول راح اسوي، لكن مع الوقت تخترب الخطه. يعني امشي على اللي ببالي اول يوم يومين ثلاث اسبوع، بعدين يبدي يصير الوضع دام. اتوقع في وايد منا يمرون في هالمشكله. فاكتشفت ان مثل ما التصوير يحتاج له تولز وادوات عشان تقدر تصور، هم الخطة تحتاج لها تولز وأدوات عشان تكون خطتك مضبوطة وتقدر تمشي عليها. فإذا أنت تواجه المشكلة كل رمضان نفس حالتي طبعا، خلك وياي وراح نلقى لها طريقة نقدر كلنا نمشي عليها. قررت أن أنا استشير صديقي طارق الدرباس اللي هو أساسا يقدم دورات في التخطيط الاستراتيجي وفي إدارة الوقت، وقلت عشان أرتب رمضاني هالسنة خلي أخذ لي استشارة ممكن أنا أستفيد منها. ليش أنا بروحي أستفيد؟ خلنا نستفيد كلنا. أربع مجالات لازم نوازن بينها في رمضان. شمعنا أربع مجالات وليش رمضان؟ وايد من الناس عبالهم رمضان هو صيام الثلاثين يوم، هذه 720 ساعة لهم خير غير عن باقي السنة. كل العبادات نعرف شنو أجرها إلا الصوم. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أنت صوم وخلي الموضوع عليه. لما أكرم الأكرمين يقول لك الموضوع عندك. إيش تتوقع النتيجة؟ ليلة رمضان مع الأذان والمؤذن قاعد يقول الله أكبر، ثمن أبواب الجنة قاعد تتبطل كلها قاعد تبطل، وأبواب النار كلها قاعد تتسكر. هذا كله متى صار؟ أمس. في ليلة دائما احنا عبالنا ان خير من ألف شهر يعني تعادل 83 سنه. لا هي اقل شيء 83 سنه اجرها، لكن يمكن 1000 سنه يمكن 2000 ما ندري. دعوه الصام مستجابه حتى يفطر، حديث الرسول عليه السلام. حكي سهل، حكي يحرك. بعد 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 خل اعطيك اخر شيء. من الاشياء اللي موجوده برمضان ان في كل يوم وليله الله سبحانه وتعالى يعتق مجموعه من الناس من النار. زين انا حسيت الحين، ما ادري اتوقع حسه الحين. زين شو نسوي؟ شنو الخطه؟ وين اخطط؟ عندي اربع مجالات رئيسيه برمضان. اربع مجالات. اول مجال اوكي، مجال الايماني اللي هو علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. شلون بطورها بهذا الشهر؟ ابي اختم ختمه، ابي احفظ جزء. لا تبالغ، حط لك شغلات بسيطه ولا تكثر وحددها. ابي ختمه واحده. الختمه بس عشان تكونون بالصوره، الختمه عباره عن 15 ساعه بس بالسنه بشهر رمضان. من 720 ساعة عبارة عن 15 ساعة. 15 ساعة برمضان كله أقدر أختم. ختم ختمة واحدة. ليش؟ لأن الجزء نص ساعة. تدري الصفحة الواحدة كم أجرها؟ كم؟ 3,500,000 حسنة بدقيقتين. إذا الله سبحانه وتعالى تقبل ويضاعف الله لمن يشاء. من الشغلات بعد بالجانب الإيماني إنك تفطر صيام، أنت قاعد دوبل رمضانك مرتين. خلينا نكون أذكياء في اقتناص الأجر. نروح للجانب الثاني. حلو. اللي هو الجانب الصحي. شهر رمضان يساعدك على صحة الناس، ما شاء الله تروح كلها تمشي، مارس الرياضة، انك تقطع مثلا مشروبات غازية، تقطع مأكولات سريعة، في وايد شغلات تقدر تسويها. تدخين. عقب صلاة المغرب تلقى أول شيء يفطر سيجارة. كذلك من الأهداف الاجتماعية، احنا بداية رمضان واليوم ومن أمس الناس تروح تبارك. تقعد تدز واتساب برودكاست. في ناس يدزون برودكاستات واتسابات هاي شغالة. اتصال غير.
عقب التراويح تلاقي الزوارات، تلاقي اليمعات، تلاقي تروح توجب بالغبقات، والغبقات عندنا شيء وايد حلو. في اخر شيء بس الجانب الاخير اللي هو الجانب الذاتي، الجانب الذاتي اللي هي الشغلات اللي انا بغيرها بنفسي، سواء شغلات بغيرها تغيير سلوكيات ما عجبتني بنفسي، كتابه بقراه، شيء معين ابي اسويه، مهاره بيطورها. شو الحل الحين؟ شلون نسوي الخطه؟ تبي اللوحه؟ اذا تبي تجيب ورقه وقلم وتسجل معنا تقدر الحين تجيب، او انك تسوي داونلود حق اللينك اللي موجود تحت، جداول جاهزه من اخوي طارق الدرباس، تقدر تعبيها وتسوي خطتك. لازم اول شيء واول قاعده في الخطه او في التخطيط انك تكتب. ليش لازم الكتابه؟ عشان دائما اهدافي قدام عيني واركز عليها واشتغل عليها. الجانب الايماني، الهدف، ليش، الوسائل. في شغلات اذا سويتها راح تحفزك عشان تحقق اهدافك. اختم ختمه، والله انا ابي 3 مليون 2 مليار حسنه، اخذ 2 مليار حسنه. شنو الوسائل عشان اختم؟ تخصيص وقت 15 ساعه، يعني نص ساعه يوميا. هذا هدف رمضان. شفتوا هالطريقه؟ سوا على كل اهدافك الرمضانيه. ابي اسوي فيديوهات على اليوتيوب الحين برمضان. طبعا هذا الجانب الذاتي، 15 فيديو خلال شهر رمضان. لاحظ ان حددنا 15. ها، ليش تبي تسوي 15 فيديو؟ كل ما عرفت انت ليش تبي تسوي الشيء راح تحفز انك تحقق الهدف. فرصه في رمضان، نبي ننشر اكثر عدد من الناس يستفيد من الشغلات اللي احنا قاعد نسويها. استفيد وافيد. بعد شلون راح اسوي ال 15 فيديو؟ تحديد الافكار والمواضيع، ترتيب مع الضيوف. بعد ما تحددها صار عندك الهدف جاهز ومجهز. ونصيحه، لا يكثرون عن هدفين الى 3 اهداف في كل جانب عشان تقدر تنجزهم. إذا أنجزت الهدفين زيد أهدافك وما يمنع أنك تزيدهم. شكراً. شكراً. حياك الله. العافية. أنت بابا. أنا صايمة. ليش هذول بس كذي؟ الله شنو هذا؟ هذا وصف ما يصير أحوش. واللي وصف ما يصير أحوش. هذه مال الحمام ما يصير تحوشينها أنت بالثوب. شنو لابسين؟ تصلون؟ ها؟ الله. اكيد لا تنسى تسوي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لنا رايك واقتراحاتك حق مواضيع احنا نتكلم فيها، شنو المشاكل اللي انت تواجهها، منو الشخصيات اللي ودك نستضيفها. باباش لا نطفي الكاميرا، نبي نشوف الفيديو.